ايه الاخطاء اللي ممكن يتم تداركها قبل ماتش الاسماعيلي، ما تشوفهاش في ماتش الاسماعيلي اللي انت حابب كنت شايفه وحابب ما يبقاش موجود في الاسماعيلي مع الاسماعيلي يعني. البطء في التحضير، الوقفه على الكوره كتير، في لعيبه في خط الظهر. بص هقول لك على حاجه، فتوح لعيب مهاري جدا ولا غبار عليه، جميل، ولكن سنه المهاره دي ساعات بتاخده. عايز جون سموحه، فاكر جون سموحه؟ جون سموحه لما رقص عايز يعمل 3 جون 4 سموحه وحطها تاني في برج العرب، كل يرقص 2 3 4 وفي الاخر بيروح لاعبها لحد على الطرف، ما هو اللي على الطرف ده محتاجك اصلا. يعني اللي على الطرف ده لو الباك بتاعه مش موجود مش هيسند عليه، مش عارف يسند على حد. فلما انت دخلت جوه القلب وبعدين بعد ما دخلت القلب دي رحت مديها للطرف، انت كان ما كسبناش حاجه، خلاص الهجمه دي راحت، هنبدا نحضر من الاول. القرارات البسيطه يعني القرارات الفرديه بتاعت اللعيبه دي، صحيح. بالظبط، قرارات فرديه من اللعيبه، اعمل ايه؟ هتخرج عن النص، هتخرج عن النص وعايز تخرج عن التعليمات، اعمل ده بس واحنا كسبانين اتنين بالزبط. مثلا ثلاثه بالظبط، انت خسران. الفروق الفرديه طبعا هي اللي بتخلص ماتشات مع عربه زي دي، بس الفروق الفرديه في اللاين بتاع ايجابيه الخطه، في اللاين بتاع الخطه مش في التحضير كمان. بالظبط كده، لا انت بتلاقي ورا لسه احنا في نص ملعب الزمالك، فتوح بيستلم عايز يرقص واحد واثنين قبل ما يعمل باص، امام بيستلم، حتى امام مع ان الجوده والفعاليه بتاعته كل حاجه، لا عايز يتحرك ويرقص واحد واثنين قبل ما يعمل باص. الحاجات دي كلها بتعطل، الحاجات دي كلها خلي بالك بتعطل. الشوط الثاني امام ما عملهاش كتير، حصل دي التعليمات بقى بعد الدقيقه 60 التعليمات، امام بيمسك السهل الممتنع بس. اللي اتعودنا عليه من امام في الفتره الاخيره، حتى في ماتش حرس الحدود انا بستلم من المساك عيني رفعت مش ده اللي جاب عملت الاربع مسح للملعب، بعمل ثرو باس حلو، بعمل ثرو باس بوش هو ده اللي جاب اربع تجوان، صحيح هو ده اللي جاب اربع تجوان. هي كده انت مستعجل على حاجه، عايز تجيب جول، محتاج الثلاثه بونت، يبقى انت تلعب السهل الممتنع. فبطء التحضير والوقف على الكوره كتير والتفكير في الحلول الفرديه قبل ما تلعب خطتك الاول، دي حاجات لازم تتعالج. شايف ماتش الاسماعيلي اللي جاي شكل الماتش هيبقى عامل ازاي، وخصوصا النادي الاسماعيلي طبعا احنا بنكون له كل احترام وتقدير، ولكن هيبقى ماتش صعب، والاسماعيلي جاي من هزايم كتير، حصل جاي من مستوى مش عاجب جمهور الاسماعيلي، وعنده حماس ودوافع كبيره جدا، لا سيما ان ماتش الاسماعيلي وزمالك من كلاسيكيات كره القدم المصريه. هقول لك، لو الزمالك دخل الماتش ده معتمد على سلسله الهزايم اللي تعرض لها الاسماعيلي، وان الاسماعيلي مثلا هيكون متراجع ادائه او هيكون محبط او الكلام ده، فهو غلطان. احنا شفنا الاسماعيلي السنه اللي فاتت في اسوأ احواله وكان خلاص يعني على وشك الهبوط، ولكن الاسماعيلي لعيبته مقدره ان ده نادي كبير وان ده نادي جماهيري، وكل ماتش والماتش ده بيتشاف مهما جدا كانت بشكل سلسله كبير. الهزايم مهما كانت سلسله الهزايم اللي تعرضوا لها، بيلعبوا كل ماتش وكانهم كسبانين اربع خمس ست ماتشات قبل كده.